بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات. اليوم نحن بصدد درس 11 من منهاج مادة الجغرافيا سنة الثانية بكالوريا آداب وعلوم إنسانية. درس يتعلق باليابان، قوة تجارية كبرى. الغاية من هذا الدرس تحقيق مجموعة من الأهداف، منها وصف مظاهر قوة التجارة اليابانية، العمل على تفسير مظاهر هذه القوة التجارية من خلال دراسة الأسس الاقتصادية للدولة اليابانية، ثم رصد بعض التحديات والمشاكل التي تواجه الاقتصاد الياباني بشكل عام. منهجيا سنحاول ترسيخ الخطوات الأساسية للمنهج الجغرافي المتمثلة في الوصف والتفسير والتعميم، ثم العمل على ترسيخ مهارات قراءة الوثائق أو وسائل التعبير الجغرافي المتمثلة أساسا في الخرائط والصور والمبيانات، إلى جانب إدراك مكانة اليابان الاقتصادية على الصعيد العالمي. عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلم، سبق لكم أن درستم السنة الأولى بكالوريا كيف صعدت اليابان منذ منتصف القرن التاسع عشر بعد أن استيقظت من فترة من السبات التاريخي، وبدأت عصرا من التنوير والإصلاح مع الإمبراطور ميجي الذي أدخل مجموعة من الإصلاحات. لذلك يستحسن استحضار معلوماتكم التي تلقيتموها في السنة السابقة عند معالجة هذه الوحدة، كما يستحسن استحضار أو استعمال الكتاب المدرسي لما يتضمنه من وثائق، خرائط، نصوص وصور تساعدكم على فهم أكثر، على فهم أعمق وأكثر لمكونات هذه الوحدة. إذن أولا كتقديم عام عن اليابان، لا بد أن نذكر بموقع اليابان في الخريطة. كما تشاهدون على الخريطة وكما تشير العلامة الحمراء، فاليابان عبارة عن أرخبيل من الجزر، يعني مجموعة من الجزر في البحر، مكون أساسا من أربع جزر رئيسية وآلاف الجزر الصغرى التي لا يسعنا المجال لذكرها أو لذكرها عفوا. إذن كما تلاحظون في الخريطة، الجزر الرئيسية الكبرى هي من الشمال إلى الجنوب هوكايدو، هونشو وهي الأكبر، ثم شيكوكو، وأخيرا كيوشو وهي آخر جزيرة كبيرة في الجنوب الياباني. هذه هي المكونات الرئيسية لهذه الدولة التي تقع في شرق آسيا. إذن يمكننا أن نكتب تمهيدا إشكاليا صغيرا لدرسنا على النحو التالي. تقع اليابان في أقصى شرق آسيا قبالة السواحل الكورية، هي عبارة عن أرخبيل تبلغ مساحته 372 ألف كيلومتر، وهي بذلك أصغر قليلا من المغرب، لكن يقطنها 128 مليون نسمة. وتعتبر اليابان قوة اقتصادية كبيرة ترتكز على قطاع تجاري قوي يسنده قطاع صناعي تكنولوجي ومالي جبار وعالي التنافسية، إلا أن اليابان تواجه مجموعة من التحديات. من هنا نتساءل عن ما هي مظاهر قوة التجارة اليابانية، ما العوامل المفسرة لهذه القوة التجارية، ثم ما التحديات التي تواجه اليابان. إذن في النشاط الأول سنتناول مظاهر قوة اليابان التجارية. وأول مظهر لهذه القوة التجارية اليابانية نجده متمثلا في المبيان التالي والمتعلق بالناتج الداخلي الخام. كما تشير الخط الأحمر، فاليابان تحتل المرتبة الثالثة عالميا ما يخص الناتج الداخلي الخام أو البي بي أو جي دي بي باللغة الإنجليزية. هذه المرتبة ليس من السهل أن تصل إليها بناتج داخلي خام إلى 5 تريليون دولار مباشرة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، رغم أن هذه الدول هي كبيرة من حيث الحجم، من حيث التعداد السكاني مقارنة باليابان. مثلا الصين تدير 1.420 مليار نسمة، الولايات المتحدة الأمريكية 331 مليون نسمة، في حين اليابان تحتل هذه المرتبة بتعداد سكاني لا يتعدى 128 مليون نسمة، وبمجال جغرافي صغير مقارنة مع هذه الدول. كل ذلك يجعل اليابان أمة قوية ثرية غنية اقتصاديا. مظهر ثاني لقوة اليابان التجارية تمثل في مساهمتها الكبيرة في الصادرات العالمية، 10% من صادرات العالم و8% من واردات العالم تأتي من اليابان. اليابان رابع قوة مصدرة عبر العالم، بحيث في سنة 2017 صدرت 683 مليار دولار، وهو رقم كبير جدا. مظهر آخر وهو المشار إليه في المبيان، وهو التوازن الدقيق في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات اليابانية.
بحيث أن هناك في بعض السنوات يسجل عجز وفي بعض السنوات يسجل فائض، لكن على العموم الميزان التجاري الياباني يحقق فوائد مالية كبيرة وصلت إلى 27 مليار دولار سنة 2017 و 37 مليار دولار سنة 2016. الميبيان هو بتريليون ين، وبالتالي أنا قمت بترجمة هذه الأرقام إلى الدولار الأمريكي حتى يسهل الفهم. مظهر آخر لقوة التجارة اليابانية يتمثل في بنية صادرات اليابانية. ماذا تصدر اليابان للعالم حتى تصبح قوة تجارية كبيرة؟ هي لا تصدر منتجات خام أو بترول أو معادن أو منتجات زراعية بسيطة، بل تصدر منتجات مصنعة وهي المشار إليها في الميبيان بالعلامة الحمراء، سيارات سياحية، أجزاء سيارات، العربات، دوائر مدمجة، إلكترونيات إلى آخره. كل هذه المنتجات المصنعة تعطي للصادرات اليابانية قوة وقدرة على اقتحام الأسواق التجارية عبر العالم. إذن يمكننا القول أن مظهر أساسي من مظاهر قوة التجارة اليابانية هو هيمنة المنتجات المصنعة ذات القيمة المضافة العالية على صادرات هذا الأرخبيل. مظهر آخر للقوة التجارية لليابان هو الواردات. ماذا تستورد اليابان؟ ماذا تشتري من الخارج اليابان؟ اليابان لا تشتري جرافات أو سيارات أو منتجات مصنعة عالية القيمة، وإنما تشتري منتجات خام مثل البترول، المعادن، الغاز الطبيعي، الفحم إلى آخره، من أجل تحريك آلتها الصناعية الجبارة. وهذا مظهر فيه قليل من تبعية الخارج، نعم، ولكن يوضح لنا استراتيجية اليابان. يمكننا أن نستنتج أن قوة اليابان قائمة على استيراد المواد الخام وإعادة تصديرها على شكل منتجات مصنعة عالية القيمة. يعني هناك القيمة التكنولوجية لتصنيع هذه المنتجات داخل الدولة اليابانية. إذن هناك مظهر آخر لقوة التجارة اليابانية. نحن دائما في مرحلة وصف مظاهر قوة التجارة اليابانية. هذا المظهر يتمثل في أهمية الشركاء التجاريين الذين تتعامل معهم الدولة اليابانية. فاليابان لا تتاجر فقط مع الدول الفقيرة، وإنما تتاجر أساسا مع القوى الاقتصادية الكبرى، خاصة الصين. مثلا عندنا في الميبيان الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، العربية السعودية إلى آخره. هذه الدول المشار إليها باللون الأحمر بالعلامة الحمراء هي التي تزود اليابان بحاجياتها الأساسية، وهنا تظهر أستراليا والعربية السعودية والإمارات. لماذا؟ لأنها تزود اليابان بالبترول والمواد الخام، ولكن أيضا الصين والولايات المتحدة الأمريكية. في هذا الميبيان الثاني نرى الأسواق التي تصدر إليها اليابان منتجاتها. فاليابان تصدر بضائعها إلى قوى اقتصادية كبيرة مثل الصين. ليس من السهل أبدا أن تصدر للصين أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كوريا أو دول جنوب شرق آسيا، لكن اليابان تقتحم هذه الأسواق وتصدر لها بضائع كثيرة. لماذا؟ لأن لديها القدرة على فعل ذلك، وهذا ما سنراه في أنشطة لاحقة. إذن يمكننا أن نستخلص أن قوة التجارة اليابانية تتمثل في كونها تتعامل مع أهم القوى الاقتصادية الكبرى على الصعيد العالمي كالصين، الولايات المتحدة الأمريكية، ودول جنوب شرق آسيا، وحتى الاتحاد الأوروبي. في النشاط الثاني سنقف عند العوامل المفسرة. إذن نحن قمنا الآن بعملية وصف مظاهر قوة التجارة اليابانية في المقطع الأول. نحن سنمر في النشاط الثاني إلى العوامل المفسرة لقوة التجارة اليابانية. هذه العوامل يمكن اختزالها في ثلاث عوامل رئيسية، منها ما هو طبيعي، منها ما هو بشري لوجستيكي. اللوجستيكي هنا نتحدث عن البنية التحتية وكل ما يتصل بها من موانئ ومطارات، لكي نقف عند كلمة لوجستيك. ثم هناك العوامل التنظيمية. إذن لنبدأ مع العامل الطبيعي. العامل الطبيعي سنعود إلى الخريطة الأولى التي سبق وأن لاحظنا، هو موقع اليابان في آسيا. ونحن نعلم أن آسيا تحتضن 40% من سكان كوكب الأرض، وبالتالي اليابان تستفيد من هذه الميزة، أي القرب من الأسواق التي تصرف فيها بضائعها. هناك عامل آخر كما تشاهدون في الخريطة، وموقع اليابان. اليابان أرخبيل، يعني يوجد وسط البحر، ليس لديه التصاق مع قارة أخرى. هذا الأمر يجعل اليابان منفتحة على مجموعة من المحيطات والبحار، منها بحر اليابان، محيط الهادي، وبحر الصين إلى آخره. كل ذلك يساعد على الانفتاح على العالم. فالدول
الجزرية ولا التي تكون عبارة عن جزر مثل بريطانيا أو اليابان تكون منفتحة ومجبرة على الانفتاح على العالم عبر البحر لأن ليس لديها اتصال مع دول أخرى. هذا في الجانب الطبيعي. هناك عوامل العامل الآخر وهو العوامل البشرية اللوجستيكية. سنقف عند العامل البشري. فالإنسان الياباني له دور كبير في هذا التفوق الصناعي والتجاري للدولة اليابانية. اليابانيون يبلغ عددهم 128 مليون نسمة، يشكلون سوق استهلاكية كبيرة، 66% منهم قادرون على العمل وبالتالي يوفرون يد عاملة كبيرة. لديهم مستوى أو مؤشر تنمية بشرية جد مرتفع، انعدام الأمية، مستوى تعليمي جيد. الإنسان الياباني يتميز بتأهيل مهني، انضباط في العمل، تفاني، حد التضحية لمصلحة لتحقيق المصلحة العليا للدولة اليابانية. كما أن هناك عوامل تاريخية في النهوض الاقتصادي كما أشرنا له يعود إلى القرن التاسع عشر مع نمو البرجوازية منذ عهد ميجي. هناك عوامل أخرى، هنا سنقف على الجانب اللوجستيكي. هو التوفر على مركبات مينائية ضخمة تعالج ملايين الأطنان من البضائع والحاويات كما تشاهدون في الصور. فهذه المركبات المينائية هي المقصود ما هو لوجستيكي، أي لديهم بنية تحتية جبارة تساعد على تصدير وإيصال البضائع إلى الأسواق الخارجية واستقبال المواد الخام قصد معالجتها في هذه المصانع. من أهم هذه المركبات المينائية عندنا الجدول كما تشاهدون أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات. أهم الموانئ شيبانا، غويا، يوكوهاما، وهي موجودة كذلك على الخريطة بجانبه، مع الرواج بملايين الأطنان التي تشهدها هذه الموانئ، وهي يعني كميات هائلة وضخمة في معالجة البضائع. هناك مظهر آخر لهذا الجانب اللوجستيكي هو التوسع على حساب البحر، بحيث تشاهدون مثلا في الصور بناء مطار على حساب البحر، بناء مجموعة من المركبات على حساب البحر في يوكوهاما. صورة قمر اصطناعي توضح التوسع على حساب البحر في خليج طوكيو. كل ذلك يساعد على تفوق اليابان التجاري على الصعيد العالمي. لماذا؟ لأن تقريبا كل الاقتصاد الياباني يدور داخل هذه المركبات المينائية التي أقيمت على حساب البحر. تأتي السفينة تشحن بالبضائع أو تفرغ مواد خام، تحول في المصنع المجاور المقام كذلك على جانب البحر، تصنع سيارات يعاد تصديرها إلى السوق الخارجي. إذن هناك استمرارية وكتمة ديزيكونومي ديشيل المدى البعيد. وعندما تكون الدولة كلها تشتغل بهذا الشكل نحقق اقتصاد كبير في المصاريف ونحقق بالتالي تنافسية وأرباح وقوة تجارية التي نحن بصدد الحديث عنها. هناك عوامل أخرى وهي العوامل التنظيمية. فاليابان تعتمد على نظام رأس مالي يساعد على المبادرة الحرة، يشجع القطاع الخاص، كل ذلك يعطي أفضل النتائج. كما أن الدولة اليابانية تساعد الشركات على التموقع خارج البلاد، تخصص موارد هائلة للبحث العلمي، كما تساعد الشركات على الاستجابة لمطالب الأسواق الخارجية. هناك دور سوغوسوشا، وهذا مفهوم يجب أن تعودوا للكتاب من دراسي من أجل البحث فيه ومعرفة بعض المعلومات أكثر على هذا الأمر. سوغوسوشا هي مؤسسات ضخمة في الأعمال التجارية، تشرف على كل العمليات من استيراد المواد الخام إلى تصنيعها ثم إعادة تصديرها إلى الخارج، وهذا أمر مهم. وتتجسس وتبحث عن الجديد في الأسواق، هي بمثابة المخابرات الاقتصادية للدولة اليابانية. هناك جانب آخر لا يمكن إغفاله وهو قوة الصناعة اليابانية كعامل مفسر لقوتها التجارية. عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، يجب التركيز على هذه النقطة. فلا يمكن أن تكون قوة تجارية إذا لم يكن لديك قطاع صناعي جبار يسنده، وقطاع صناعي يعتمد على تكنولوجيا عالية. ويتمثل هذه القوة الصناعية للدولة اليابانية في أنها تنتج 8.4% من الإنتاج الصناعي العالمي سنة 2019، رغم أن عدد سكان اليابان لا يتعدى 2% من مجموع سكان العالم، وهذا مؤشر قوي على قوة الصناعة اليابانية. من مظاهر قوة الصناعة اليابانية عندنا مثلا في الصورة صناعة السيارات، بحيث أن هذه صناعة السيارات تشكل أكثر من 40% من صادرات اليابان. مثلا شركة تويوتا تنتج سنويا أكثر من 9 مليون سيارة سنويا، تغزو بها الأسواق، تأتي في المرتبة الأولى على الصعيد العالمي.
وإذا لم تكن في الأولى تكون في الثانية في الغالب العام، يا الأولى يا الثانية في تصنيع السيارات. هناك مظهر آخر هو قطاع الإلكترونيات، حيث أبدع اليابانيون بشكل كبير وظهرت شركات عملاقة مثل سوني، شارب وباناسونيك، بالإضافة إلى الآلات والأجهزة الكهرومنزلية مثل الثلاجات والغسالات. كل هذا مع الصورة توضح لنا بعض من أكبر الشركات اليابانية مثل هوندا، تويوتا، هيتاشي وغيرها من الشركات. مظهر آخر لقوة الصناعة اليابانية يتمثل في تركز النشاط الصناعي على طول ميغالوبوليس الياباني، والخريطة التي تشاهدونها توضح امتداد الميغالوبوليس الياباني كما يشير له هذا المستطيل الأزرق الموجود على الخريطة. هذا الميغالوبوليس يمتد من طوكيو إلى فوكوكا أو كيتاكيوشو، حيث يرتكز النشاط الصناعي، الموانئ الكبرى، الجامعات، البحث العلمي، المدن الكبرى. ثم أن عناصر الخريطة هي كلها يمكنكم العودة إلى الكتاب المدرسي للاطلاع أكثر. هناك أنفاق، هناك مدن كبرى، هناك موانئ مثل شيبا التي أشرنا لها في الجدول السابق. ثم أن هناك احتلال شركات اليابانية لمراتب متقدمة على الصعيد العالمي والتوفر على أسطول تجاري ضخم. كل هذا يؤدي إلى تفوق اليابان التجاري. هذا مشهد من العاصمة طوكيو مع برج طوكيو الشهير الذي فيه شيء من التقليد لبرج باريس، برج إيفل، يوضح لنا كثافة المشهد الحضاري داخل العاصمة طوكيو وضخامة هذه المدينة التي يصنفها الكثيرون على أنها أكبر مدينة في العالم بساكنة تتجاوز 30 مليون نسمة مع ضواحيها. الآن لنقف عند العوامل المفسرة لقوة الصناعة اليابانية. من بين هذه العوامل نجد دور تنظيم الرأسمالي، تركيز الرأسمالي أساسا، وهنا تظهر شركات زايباتسو. وزايباتسو هذا كذلك مفهوم يجب أن تبحثوا فيه كثيرا من أجل الوقوف عليه. هذه الشركات تلعب دور أساسي ومحوري في الترابط بين الصناعات، بين فروع الصناعات. هناك عامل آخر هو إنشاء فروع لشركات يابانية بأهم القوى الاقتصادية. اليابان تفتح مصانع في فرنسا، في أوروبا، في أمريكا، في كندا، في أستراليا من أجل تصنيع سياراتها هناك باستعمال أجزاء قادمة من اليابان. هذا يعزز تنافسية الصناعة اليابانية والاقتصاد الياباني بشكل عام. هناك دور الدولة التي تدعم المقاولات المالية، تشجعها، تمنحها بعض الامتيازات الضريبية، توجهها نحو النشاطات الصناعية العالية من حيث القيمة المضافة، ذات القيمة المضافة مثل التكنولوجيات العالية، أدوية، نانو تكنولوجي إلى آخره. هناك دور البحث العلمي، الدولة اليابانية تنفق بسخاء على البحث العلمي، ولديهم جامعات ومعاهد بالمئات ربما بالآلاف تنفق عليها الدولة اليابانية ملايير أو تريليونات الين، ملايير الدولارات من أجل تعزيز البحث العلمي وابتكار منتجات جديدة واختراع تقنيات جديدة قصد تحويلها إلى منتجات لتباع في الأسواق. عندنا مثال الصورة، جامعة تسوكوبا قطب تكنولوجي بضواحي طوكيو، وهي جامعة مرموقة عالمية تساهم بشكل كبير في دفع العلوم إلى الأمام واختراع الكثير من التقنيات الجديدة في الروبوتيك إلى آخره. هناك عوامل شاهدنا مثل التوسع على حساب البحر، بناء مركبات على حساب البحر، كل ذلك يساعد في القرب من الأسواق وبالتالي تحسين تنافسية أكبر كما تشاهدون على الصورة والخريطة. في إذن هنا تحدثنا عن الوصف في النشاط الأول، ثم التفسير في النشاط الثاني، وفي النشاط الثالث التحديات التي تواجهها التجارة اليابانية. اليابان لديها مجموعة من التحديات لا يمكننا القفز عليها، وأولها هي الارتباط بالخارج في مجال الطاقة والمعادن. اليابان ليس لديها مصادر طاقة أو معادن، وبالتالي تضطر إلى الاستيراد. كما يوضح الميبيان 89% من الطاقة المستعملة في اليابان هي من مصدر أحفوري مستورد أساسا من الغاز الطبيعي والفحم والبترول، في حين أن الطاقات المتجددة باللون الأخضر لا تشكل إلا 10%، والطاقة النووية 1%، وقد تم إيقافها بسبب حادث فوكوشيما كما تعلمون. إذن هناك ارتهان وارتباط اليابان بالخارج في مجال الطاقة والمعادن وكذلك في المجال الغذائي، فاليابان لا تستطيع أن تنتج الغذاء الكافي لشعبها نظرا لضيق المساحة وتضاريس الجبلية المهيمنة على هذه الدولة. هناك تحديات أخرى مرتبطة بالمنافسة الخارجية والأزمات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم.
مثلا منافسة شرسة جدا من القوى الاقتصادية الصاعدة خاصة الصين ودول جنوب شرق آسيا، منافسة قوية مع الاتحاد الأوروبي، مع الولايات المتحدة الأمريكية، تعدد الأزمات الاقتصادية من 97 2004 2008 اليوم 2020. إذا هناك حروب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وباقي القوى الاقتصادية. الولايات المتحدة الأمريكية يعني في حالة حرب تجارية ليس فقط مع الصين ولكن حتى مع أوروبا واليابان، ونحن بصدد اليابان. كل هذا يؤثر سلبا على الاقتصاد الياباني ويجعله يعاني من مجموعة من التحديات. هناك تحديات أخرى مرتبطة بالجوانب الطبيعية، طبيعة جيولوجية للأرخبيل الياباني، وتحديات اجتماعية أخرى بيئية. في الجانب الطبيعي أنتم تعلمون اليابان تتعرض من حين لآخر أو يوميا للزلازل، هناك عشرات البراكين النشطة في الأرخبيل الياباني، تسونامي، أعاصير إلى آخره، نظرا للطبيعة الجغرافية والجيولوجية للأرخبيل الياباني الذي يقع على الصفيحة وعلى الحزام الناري للمحيط الهادي الذي يعني يسبب هذه الكوارث. هناك جانب آخر، الكوارث البيئية المتمثلة في التلوث الخطير داخل الميغالوبوليس الياباني الممتد من طوكيو إلى كيتاكيوشو أو فوكوكا. ثم الجانب الاجتماعي هو شيخوخة المجتمع الياباني. المجتمع الياباني أصبح مجتمعا هارما يتكون من شيوخ بشكل أكبر. للعام الثاني أو الثالث على التوالي أتذكر تحديدا، مهم، عدد المواليد في اليابان يقل عن مليون طفل، وهذا الأمر يؤثر سلبا على المستقبل الديموغرافي لبلاد الشمس المشرقة أو لليابان. إذا كما تلاحظون في الصورة أن شيخوخة كبيرة للمجتمع الياباني. إذا كخاتمة يمكننا أن نقول تعتبر اليابان قوة تجارية كبيرة بالنظر لبنية تجارتها الخارجية ونوعية شركائها التجاريين وحتى الفوائد المالية التي يحققها الميزان التجاري لهذه الدولة. تستند قوة التجارة اليابانية على قطاع صناعي جبار يستفيد من تقدم تكنولوجي كبير وقدرات تنظيمية فائقة التطور. إلا أن اليابان تواجه عدة تحديات اقتصادية ناتجة عن المنافسة الأجنبية وأخرى طبيعية وبيئية وحتى اجتماعية. من هنا يمكن أن نتساءل عن مستقبل بلاد الشمس المشرقة. إلى هنا ينتهي هذا الدرس أعزائي المتعلمين، عزيزاتي المتعلمات، شكرا على حسن تتبعكم، ونتمنى لكم كل التوفيق في هذه السنة من أجل النجاح والازدهار والنجاح في الحياة بشكل عام، وشكرا.